قطاعي بيشو. جوكر تشتري؟ بشتري. بس السعر غالي ها؟ معك من المية للمليون، المهم أغلبك. يا سيدي بطلت بيها. فت لألك. لك أنت بتعرف ليش أنا بحبك؟ لأنه أنت مو بعينك مصاري الدنيا كلها. أنت مو مثل البنات اللي عرفتهن أبداً. أيوة. كأنه عم نرجع نتذكر قصص الحب القديمة يا بيبي. لك إن شاء الله بتعدميني إذا بتذكر غيرك. لك معقولة أنا أتذكر غيرك؟ لك أنا وقت بمشي معك بالطريق لك عيون العالم كله عليك. لك والله شي بيرفع الرأس. شبكي هي أنا رحت جبت الدواء. ليش عم تنفخي؟ مالي اطلعي لك شي مشوار انتي وشام. مع شام لا رح احكي ولا رح اتصل. بدي افهم ليش كل هالاصرار؟ شو بدي برفقة وحدة خطافة رجال؟ ايه اساسا ما في رجال. خلاص انا رح حل لك الموضوع. كيف؟ سامر وينكم؟ جوزك عم يناديلك. رايحة لعنده. لا وهداك التاني ما بيقول لأتصل لأشوف هي ليش ما اجت عرياضة ولا مثل اجره ان اجيت ولا ما اجيت. شو فاتنا؟ طمتينا؟ مسؤولة؟ طيب نحكي بعدين. أهلين شو بكي؟ عندي موعد المصر. مع منصور؟ لكان مع مين؟ عم تتطور علاقتكم بسرعة. هو بيقول إنه بيعرفني من سنين. بكرة بس يحصل على كل شي بده إياه تنتهي معرفة العشرين سنة بسرعة. ماما منصور غير. تتعرفي عليه؟ مو ليقرر يشرف ويطلب ايدك؟ اذا بدك بكره بخليه يجي. وليش انت اللي تقلي له؟ ما انا بعرف اللي بيحبه ما بدهم مين يقول له. ماما الزمن تغير، نحن لازم نتعرف على بعض اكثر. بعدين تعي لهون، انت مليتي مني؟ بدك تخلصي ما؟ طيبين الرزات. شو سر هالابتسامة بقى؟ لا حبيبتي ولا شيء، بس رفيقي من زمان كثير ماني متواصل معه، فجأة بعت لي رسالة. حبيبتي أنا تذكرت موعد ضروري لازم أمشي فورا. شو في سامي؟ قلقتني. لك شغلة بلا طعمة ما في شيء بلا بحكي لي. يا حالي قبل ما احكي معك. ايه اوكي. Thank you.
كنتي توقفي على الكرسي. جلسة الحنين المعتادة. شو القصة فريدة؟ كلامك عن منصور حسسني بالخوف. انت كبرتي لازم تفهم هذا الشيء. عم اتصل بفاتنة ما عم ترد، مسكرة موبايل. بتكون تعبانة او قررت ترجع. اتهمها بالخيانة، معقول ترجع له؟ من فاتنة كل شيء معقول. تعي تعي نشوف شو صاير بالبشرية. بصي يا شغف، دول دول أسماء المرشحين للمهرجان. أي ممتاز، وسامي من المدعوين كمان، ما هيك؟ أنت وسامي من سوريا وبس. يا حبيب قلبي عن جد بتشكرك كتير، بس بصراحة يمكن أنا ما أقدر أجي. في إيه يا شغف؟ كلميني بصراحة. بصراحة؟ هلأ سامي اسمه منيح أكيد، وأكيد وجوده أهم من وجودي، بس يعني هو عم يحاول يتقرب لك، وأنت بتعرف شو ممكن يصير لثلاثة وسرسرة بهذا الكلام، تحديداً إذا سافرنا سوا شو ممكن ينقال، خصوصاً أنه هو بهي الفترة عم يطلب. هو في كلام بيتقال عن الموضوع ده؟ إيه طبعاً، لأنه الأستاذ سامي ما عم يخبي إعجابه فيني قدام العالم، مع أنه بيعرف أنه أنا ما ببادله نفس المشاعر. هو اللي يشوفك لازمك يحبك. خلاص خلاص، حشطب اسم سامي. لا لا لا، أكيد لا تشطب اسم سامي، يعني سامي وجوده أهم من وجودي. خلاص يا شغل، أنت مرشحة لنيل الجائزة، وسامي أهو برضو شارك معانا كتير. أنت هيك شايف؟ آه أنا هيك شايف. أقول لك حاجة وما تزعليش، البت السورية تجنن تحن. لك تقبر قلبي إن شاء الله. لك وين كنتي ماما؟ بابا عمل اللي ما بينعمل. خدي مسكي اشربي منها. أوام بس لا تخلص، بركي الله بيكون فتح نصيبك. طعمتها مو طيبة. حرام ما تحكي هيك بعدين تنأذي. رح أطلق إياها بالبراد. يلا خلينا نساوي عشاء، جاي عبالي معكرونة بلبن. كأنه هيك عم تقول لك لفتح الشهية مو لفتح النصيب. حتى انت مو ليلي شو ساوى ابوكي؟ بس لما البناية لبين ما شغلت له الشاحن. كأنه هالدكتور مو شاطر. ماما شام ما رح جيبها، ما رح جيبها. شامين شو فستان رح تلبسي؟ ساعة وبتشوف. اشتقت لك كتير. يلا منصور هيك رح تأخرني. ما رح سكر لحتى تعطيني بوسة. سكرة موبايلة، أنا واثقة إنه رجعت. إذا هي قررت لازم نحترم قرارها. انتي شو عم تحكي هذا الحكي؟ ماما مو كل الناس لازم تكون ردت فعلا مثل ما بدنا، في ناس بتخاف تضعف ما بتقدر. شو مالك طالع؟ انا بقيان شوي عني شوي شغل. بكفي ميار، انا عم بتعامل معك وكأنه ما في زعل بيناتنا. ما هي هون المشكله، عم تتعاملي وكأنه ما في شيء. لك مو صح نتجاهل اخطائنا، لازم نوقف عندها ونفكر فيها شوي. ما تفضل عللي مشنقتي، بكي بيمشي الحال. كنتي ليش دائما بالذروه؟ يعني يا هيك يا هيك. القصة أبسط من هيك بكتير، هي بحاجة الواحد يوقف عند حاله هيك شوي يفكر، ويعني اعتراف كلمة بسيطة بتنحل. انسى ميار انسى، شو صار مشان مسيرة الشمول؟ الصفحة جاهزة والدعوات انبعثت. اه
يعني عملت كل شيء من دون؟ لا لا ما عملت شيء من دونك، فيك تكملي اللي بلشت فيه.